فكرة في الألجبرا حاجة اسمها ال، حتى هي بالعربي الجبرا. دي اقتراحها واحد عربي قال كده، لو احنا عملنا رقم وجنبيه سين، بس هما ترجموها بالانجلش، قال عملنا رقم مثلا كده وجنبيه اكس، اوكي، فده رقم الاكس دي ممكن نغيرها نحط مكانها اي حاجه، يعني نحط مكانها 1 2 3 اي راشنال نمبر يعني. فعندي 5x معناها واي مثلا زي، دي كلها سامبلز، السامبلز دي بنسميها فيربلز، هذول الفيربلز، وده بنسميه كوفيشنت، اوكي. فانا عندي بقى اللي هو النمبر اسمه كوفيشنت، والباقي كله ده اسمه فيربلز. الفيربلز دي ينفع نخش نحط مكانها اي حاجه، يعني الاكس نحط مكانها 1، يعني لو جه قال لنا اكس ب 1 الواي ب 5 الزي 7، فينفع نخش نحط مكانها اي ارقام هو هيديهاني يعني. خلاص، ده سموه بقى الجبريك تيرم، الجبريك عشان الراجل اللي اخترعها، تمام، وتيرم يعني حد كده، يعني حاجه كده تيرم، خلاص، اوكي، فده اسمه الجبريك تيرم. اول حاجه بتعلمها في الجبريك تيرم طبعا الكوفيشنت اللي احنا قلناه اللي هو الفايف، والفيريبلز اللي هي الليترز، تمام. اول حاجه بتعلمها في حاجه اسمها ديجري، ودي عدت علينا السنه اللي فاتت قصدي. الديجري ده عشان كل تيرم نقدر نحدد له الديجري، تمام. الديجري اللي هو خاص بالباور، يعني مثلا دي مثلا ممكن تكون باور 2، دي تكون باور 3. طيب الديجري بتاع افري تيرم، تمام، احنا بنعمل بلس للباورز، بس مالهاش دعوه بمين، بالكوفيشنت اللي هو النمبر، بركز على الفيربلز بس. يعني انا عندي هنا الاكس باور 2 الواي الزي باور 3. سؤال ليك انت بقى، الاكس باور 2 يعني 2، الباور 2 بنعمل 2 بلس الباور اللي جنبيها، الواي باور كام؟ فاكره اي لتر بيكون باور كام؟ اي لتر بيكون باور 1، بس ال 1 مش مكتبه في الالجبر، اوكي؟ فتبقى بلس 1 بلس كمان 3، يبقى كلهم كده طلعوا 6، يبقى احنا نقول بقى اسمها ايه؟ 6th degree. لو 1 يعني زي مثلا اكس، يبقى دي اسمها first degree، عشان هنا في 1 بس مش فاهم، خلاص؟ يعني مثلا عندي 5x، يبقى دي كده first degree، 1 على اس تي صغيره كلمه degree. طيب لو عندي 5 بس مفيش اكس اصلا، فهنسميها 0 degree. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نحط اكس باور 0 جنبيها. احنا خدنا بقى، او انت بقى ركزي بقى، اي حاجه باور 0 الناتج يكون 1. يعني تعالى على الكالكوليتر كده اكتبي 5 باور 0، 1 مليون باور 0، اي حاجه باور 0 تطلع ب 1، خلاص. فعشان كده بقى احنا بنعتبر لو انا عندي 5 بس، تمام، من غير حاجه جنبها، يبقى كده 0 ديجري. ده بالنسبه لحاجه اسمها الجبريك تيرم. طيب اكتشفوا حاجه ثانيه بعدها، بعد الالجبريك تيرم، وقالوا عملنا يعني ادي الجبريك تيرم زي اللي احنا خدناها 5x باور 2 y z باور 3، ده تيرم. طب عملنا ترم تاني جنبيها، يعني عملنا حاجه تانيه جنبيها، مثلا 6x y، عملنا هنا مثلا 17 z، عملنا هنا مثلا 10. وجينا بقى بين كل واحد واحد، عملنا مره بلس، مره ماينس، مره ماينس، مره بلس. المهم ده كده اسمه تيرم 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 تيرم. هاو ماني تيرم؟ 4، فدول 4، خلاص. فدول بقى مش هنسميهم بقى الجبريك تيرم، هنسميهم الجبريك اكسبريشن، خلاص. اكسبريشن اللي هي تعبير يعني، او هو يعني معادله، او اكتر من ترم يعني 1 2 3 4. طيب اللي احنا بقى يعني 1 ترم عايزين نديله اسم، 2 ترم نديهم اسم، 3 ترم نديهم اسم. فلو عندي 1 ترم
يبقى اسمه مو نو من ال، ركز على مو بس، مو نو من ال. خلاص تعالي تو ترم بينهم بلس او ماينس هنسميهم باي نومينال. لو عندي 3 تيرم سميهم 3 نومينال. عندي نومينال باي نومينال 3 نومينال. خلاص واكتر من كده بقى هيبقى اسمها كله نومينال. دي لسه مش عليكي دلوقتي، كله نومينال مش عليكي دلوقتي، عليكي بس الثلاثة الأولين نومينال باي نومينال تري نومينال. خلاص أما بقول نومينال دي لسه بعدين. طيب سألك سؤال بقى اللي أنا قلته دلوقتي، لو عندي مثلا 5 خلينا أقول نفس الكلام x y z 2 3، النيم بتاعها ايه؟ والديجري بتاع دي ايه؟ لو عندي 6xy minus 7x bar 2y نيم، والديجري يلا بقى الشاطرين اللي كانوا معانا بقى يقولوا بقى دي النيم بتاعها ايه؟ الاكسبريشن دي النيم بتاعها ايه؟ نعلي صوتنا يلا يا رتاب، لما تكون واحدة بس اسمها ايه؟ مو ولا باي ولا تراي؟ واحدة بس ما مو نومينال. طيب الديجري، الديجري احنا قلنا الباور، فانا عندي الباور هنا 2 الباور هنا 3 الباور هنا 1 هنعملهم بلس يبقى 6 is degree. نيجي بقى اللي بعدها، دلوقتي انا عندي ايه بقى؟ دول ادي كده 1 وادي 2 بينهم ماينس، فدول 2 فبنسميهم ايه بقى؟ binomial. الديجري بقى بتاعهم هنا بقى في الاكسبريشن لما تكون 1 يبقى خلاص نعملهم بلس، لكن لما تكون بقى اكسبريشن هناخد بقى كل ترم نطلع الباور بتاعه تمام، وفي الاخر خالص بقى نشوف ذا جريتست تمام ترمز باور، يعني اكبر باور فيهم مين. فهنا 1 1 بدول سكند، وهنا 2 1 يا دول ثيرد، لا يبقى احنا نقول ثيرد، فنقول عليها بقى ثيرد ديجري. يبقى لما تكون 1 ترم خلاص اتس اوكي اللي يطلع يطلع بقى، لما تكون 2 ترم او 3 ترم فاحنا بناخد the greatest power، يعني ده second ده third فناخد الكبير بس. اوكي ده ال algebraic term algebraic expression. جينا بقى خدنا حاجات تانية اسمها like algebraic term، واتفقنا بقى like معناها ان لازم كلهم يعني coefficient متغير، يعني يكون 7 12 2 over 3 مفيش مشكلة، بس اهم حاجه بقى الفيريبلز تكون كلها زي بعض بقى اللي هي الليترز، يعني كتبت هنا اكس واي يبقى دي تبقى اكس واي دي تبقى اكس واي، عملت هنا بلس ماينس مفيش مشكله، بس اهم حاجه ان دول يكونوا لايك. يبقى انا لما يكون عندي لايك الجبر كتير خلاص دي معناها ان احنا لايك للفيريبلز بس. ممكن يلخبطني مثلا يكتب واحده مثلا فيهم مثلا 5y x ماشي دي لايك برضه ليهم لان x y هي y x. اوكي جينا بقى اخدنا هوم وورك على اللايك دول تمام، عشان النهارده ندخل على حاجه اكبر.
جاهزين بقى. مين حل الهوم وورك بقى؟ يا ريت اللي حل الهوم وورك يبعتوا لي على الخاص عشان يعني اعرف مين بقى حل ومين ما حلش يعني. خلاص تعال نمبر 6. يبقى سام او يقول لي سام يعني هعمل بلس اوف تو تيرمز. انا عندي عايز اجمع ديت تمام بلس ديت يديني كام بقى؟ تعال نشوف الاول لايك ولا لا. هنا اكس باور 2 هنا اكس باور 2 واي واي يبقى الاجابه تطلع اكس باور 2 واي لازم تطلع هي هي. يعني شو نعمل بلس للفيريبلز؟ نعمل بلس بس للكوفيشنت. مين هنا الكوفيشنت؟ 12. مين هنا الكوفيشنت؟ 4. لما نيجي نجمعهم على بعض يطلعوا كام بقى؟ يطلعوا 16. فالاجابه تبقى 16 اكس سكوير واي. يلا بقى كل واحد فيكم هيقول لي حاجه بقى. محمد محمد زغلول. نعم يا مستر. يلا يا محمد قول لي نمبر 1 تطلع لي اجابه. علي صوتك. 3a plus 2b plus 5a plus. قول لي الريزلت على طول، قول لي الناتج على طول. اوكي. من ناحيه ال a هنجمعهم مع بعض اللي هو يطلعوا كام بقى؟ 3a. دي واحده يا مستر. 3a و 5a يطلعوا كده على بعض كام؟ 8 8a تمام. وال 2b plus 4b equal 6 6b تمام. يلا يا محمد اللي تحتها يا محمد اللي هي 2x minus 4y minus 9x minus 3y. هنجمعهم كلهم مع بعض يا مستر؟ مش كلهم، هناخد الاكسات مع بعض والوايز مع بعض. الاكسس مع بعض اوكي. 5 5x. ركز شويه يا محمد، انا عندي 2x. سوري 9x نيجاتيف 9x 11x. ركز يا محمد دي 2 وماينس 9 اكتب على الكالكليتر 2 ماينس 9 2 ماينس 9 يدينا نيجاتيف 7 تبقى نيجاتيف 7 نيجاتيف 7x. ركز على الساين الثانية بقى نيجاتيف 4y ونيجاتيف 3y هنكتب على كده نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 يدينا كام بقى؟ 1. انت مش معاك كالكليتر؟ معايا. طيب اكتب نيجاتيف 4 جنبيها ماينس 3 او نيجاتيف 3. اوكي. يلا الريتال حضر نفسي بقى على نمبر 5 اللي تحتها. يا ريتال مين هنا لايك؟ ايه وال5 ايه؟ علي صوتك معلش شويه. ال2 ايه وال5 ايه؟ ال2 ايه؟ ما تقوليش بقى 5 ايه، تقولي نيجاتيف 5 ايه، تاخد الساين بتاعتها معايا. ونيجاتيف ايه؟ نيجاتيف ايه دي؟ نيجاتيف ايه هي هي كانها نيجاتيف 1 ايه. خلاص بس احنا قلنا ال1 ولا بيتكتب في الباور ولا بيتكتب مع التايم في الالجبريك تيرم. فتيجي على الكالكليتر بقى ايه؟ 2 ماينس 5 ماينس 1 شوف يديكي كام بقى؟ لو انت حليها بالمنتال نيجاتيف 5 ونيجاتيف 1 يعني نيجاتيف 6 احط عليهم بوزيتيف 2 يديني كام؟ نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 اكسلنت تمام. نيجاتيف 4 بقى ايه؟ طيب فاضل عندي بقى بوزيتيف 7 ونيجاتيف 4 يعني 7 ماينس 4 ادينا كام؟ ادينا 3. يلا محمد زغلول اللي تحتها يلا. عندي واي وعندي اكس كتير اهي. اوكي ال 2 واي نعملهم مع 7 والواي النيجاتيف واي. يا محمد 2 واي مع نيجاتيف 7 واي مع نيجاتيف 1 واي يعني تبقى عندك 2 ماينس 7 ماينس 1 ادينا كام بقى؟
نيجاتيف 6 واي. نيجاتيف 6 واي. تمام خلصنا الواي، ندخل بقى على الاكس. في عندي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 5 وبوزيتيف 1. ايكوال نيجاتيف 9. ايكوال نيجاتيف 7 اكس. طيب يلا محمد، محمد الثاني. محمد مين الثاني؟ امس محمد عطا مستر. محمد عطا. يلا يا محمد اللي تحتها بقى ريديوشن. فين يا مستر؟ اللي هي نمبر 1 تحت اهي. اوكي يا مستر. عندك 5x وفي x باور 2، في 4 بس وفي x باور 2. فناخد طبعا احنا المفروض نبدا من الكبير اللي هي x باور 2، فهناخد بس هناخد اللي يخشنا دلوقتي مثلا، ناخد x باور 2 يا محمد. هناخد دول x باور 2 ودول كده x باور 2، شايف انا الساين باخدها معايا اهي. تمام يبقى الاجابه عندي برضه x باور 2، بس نعمل بلس او ماينس الكوفيشن. فانا عندي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 7، يبقوا كام على بعض بقى؟ نيجاتيف 3 ونيجاتيف 7 هتكتب على الكالكليتر نيجاتيف 3 نيجاتيف 7 يدينا كام؟ وهم نجم السر الثاني واحدة. نيجاتيف 10. تمام كده خلصنا الاكس باور 2، ندخل بقى على الاكس. انا عندي الاكس في 5x وفي عندي نيجاتيف 6x، هنكتب 5 ماينس 6. 5 ماينس 6 يدينا كام بقى؟ 5 ماينس 6 يدينا نيجاتيف 1، فنيجاتيف 1x ما نكتبش بقى نيجاتيف 1x، اكتب نيجاتيف x بس. فاهمين يا جماعه؟ لما يكون عندي الاجابه تطلع 1 فما اكتبهاش، بكتب بقى نيجاتيف الساين بس. معنى طبعا لو كانت حاجه في الاخر خالص زي كده مثلا 4 ماينس 1، 4 ماينس 1 هتطلع 3 يعني بوزيتيف 3. خلاص لو طلعت 1 كنت هكتب بلس 1. اوكي يلا يا ريتال. ريتال انت تسمعي من على الموبايل ولا على الكمبيوتر؟ طبعا الكمبيوتر هيكون افضل، شاشته اكبر. بصي بقى ركزي بقى، عندي x باور 2 y، لازم زيها تكون x باور 2 y، ما تكونش حاجة تاني. فأنا ما عنديش غير اتنين بس، أهو x باور 2 y وعندي ديت x باور 2 y، فيبقى الإجابة عندي x باور 2 y وأشوف بقى كام. أنا عندي 6 وعندي نيجاتيف 5، 6 نيجاتيف 5 يعني 6 ماينس 5، إدينا كام بقى؟ 1. فمش هكتبها بقى، يبقى الاجابه x بار 2 y. طيب الثانيه بقى x y بار 2، x y بار 2 ما فيش غير الاثنين دول بس، النيجاتيف 3 والبوزيتيف 2، فيبقى الاجابه عندي x y بار 2. طيب نيجاتيف 3 وبوزيتيف 2 يدينا كام؟ نيجاتيف 1، يعني تبقى الاجابه نيجاتيف. اخر حاجه بقى ما عندهاش حد عيني لوحدها كده، فبقى دروب داون تنزل زي ما هي بقى، نيجاتيف 2 اكس سكوير واي سكوير، تبقى زي ما هي. اوكي نيجي بعد كده بقى، انا عندي اي باور 2. محمد زغلول. نعم بس الاي باور 2 نعملها بلس باور 2، وعندي برضه وعندي 3 اي باور 2 بس ما فيش غيرهم هما الاثنين دول. فاي باور 2 يا محمد يعني 1، خلاص يعني 1 بلس 3. 1 بلس 3 4 اي باور 2. اكسلنت 4 اي باور 2، برافو عليك. يبقى الاي انا عندي هنا نيجاتيف 4 اي ونيجاتيف 6 اي، يطلعوا بكام بقى لو حطيناهم بلس على بعض؟ 2. ركز، نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 6. سوري نيجاتيف
يعني عامل كده على الكالكيتر نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 6. كان عملتهم بلس مع بعض طلعوا كام بقى؟ 10 نيجاتيف 10 سوري طلعوا نيجاتيف 10 ايه اخر حاجه بقى اللي هو ما عندوش ايه ولا بي اللي هو نيجاتيف 5 1 في نيجاتيف 5 بلس 1 يدينا كام بقى؟ نيجاتيف 6 ركز نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 5 بلس 1 على الكالكليتر تديك كام بقى؟ نيجاتيف 4. يا جماعه احنا كده كده معانا الكالكليتر يعني حاول ما نخترعش يعني خلاص. طيب يلا محمد عطا. مستر عندك اكس باور 2 عندك اكس عندك 8 عندك اكس عندك 3 عندك اكس باور 2 تبدا بالاكس باور 2 5 اكس باور 2 6 باور 2 اكسلنت 6 اكس باور 2 طيب نيجي بقى الاكس عندي نيجاتيف 2 مع الاكس وعندي نيجاتيف 7 مع الاكس يعني كانها نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 7 يدينا كام؟ نيجاتيف 9 برافو بنكتبها بقى نيجاتيف 9 اكس وعندي 8 بلس نيجاتيف 3 8 بلس نيجاتيف 6 نيجاتيف 6 راجع تكتبها على الكالكيتر 8 بلس نيجاتيف 3 يديك 5 اوكي يا جماعه ده على فكره كان يعني حاجه كده سهله قوي للبلس. ندخل بقى درس النهارده بقى يلا هناخد البلس والماينس بقى ماشي بناخد الاول البلس وبعد كده ناخد الماينس اوكي هنكتب بقى adding and subtracting نيو بيج صفحة جديدة كده في النوت عندنا ممكن استخدم الالوان الريد والجرين والبلاك والبلو تمام في البن عشان نشكل احسن واحنا بنشتغل خلاص عشان كده كده النوت دي بتاعتنا عشان اكون فاهم اكتر خلاص فلما اعمل كانسليشن لما اعمل سيركل لما اعمل اي حاجة استخدم لون تاني غير اللون انا كاتب بيه الكويشن نفسه اوكي adding and subtracting algebraic theorem okay هنيجي adding and subtracting ناخد بقى adding and subtracting adding يعني plus subtracting يعني minus take away او cut هنقطع بقى منها ايه طيب ناخد بقى question في الاول سهله قوي بعد كده نكمل بقى difficult شويه الـ adding والـ subtracting ده lesson لوحده خالص ومهم جدا تمام بس الـ lesson اللي بعده بقى ده lesson 3 فين الـ 2 أنا عندي بقى هناخد بش ترم بقى احنا كنا واخدين ترم 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 هناخد expression على بعضها يعني expression على بعضها يعني اكتب لي كده 5 نكتب بقى مع بعض لون تاني 5 A minus 7 B plus 3 يقول لي find the sum يعني هات مجموع يعني اعمل plus كده and طبعا يعني plus 2B minus 1 plus هنخليها minus زي المين بوك minus a ده اكسبريشن كلها على بعضها تمام انا ممكن احلها ازاي؟ ممكن ناخد الاي مع بعض والبي مع بعض والون مع بعض عادي واكتب له الناتج بس في طريقه ثانيه بقى يعني احنا ممكن ناخد الاي اعمل هايلايت على الاي لوحدهم
هنا دي الاي مع الاي مع نيجاتيف اي تمام، وعندي النيجاتيف 7 بي مع 2 بي اعملهم بلس تمام، وعندي البوزيتيف 3 مع نيجاتيف 1. لو انا عايز امشي ستيب باي ستيب كده تمام. طب هل في طريقه ثانيه؟ اه في طريقه ثانيه، بدل ما ناخد الهوريزونتال واي يعني كل حاجه مع الثانيه ديت تمام، ولو انتوا حابينه برضه يعني لو انتوا عايزين تاخدوا بالطريقه القديمه ماشي، او الطريقه اللي هقول لكم عليهم دلوقتي. فمثلا انا عندي كده الريزلت، انا عندي الاي هنا 5A وعندي هنا نيجاتيف 1A، لما احطهم بلس على بعض فعشان دي بلس فاخد بقى 5 بلس نيجاتيف 1 عشان اتفقنا نيجاتيف A دي معناها نيجاتيف 1A، يبقى 5. يلا يا محمد 5 بلس نيجاتيف 1 5 بلس نيجاتيف 1 ادينا كام؟ 4A. طيب خلصت انا كده الـ A، نيجي بقى الـ B. انا عندي الـ B في نيجاتيف 7 وبلس 2 ادينا نيجاتيف 5، يبقى نيجاتيف 5B. طب انا عندي 3 بلس نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 لسه. ادينا بوزيتيف 2. بوزيتيف 2. دي الإجابة. تمام؟ طيب هل في طريقة تانية ممكن أحل بيها غير الطريقة ديت؟ أه في. حاجة اسمها فيرتيكال. حطهم تحت بعض بقى. فأكتب الأولانية عادي. أكتب 5A minus 7B plus 3. وأجي التانية بقى أكتبها تحتها. بس أعمل إيه بقى؟ أعمل أرينج. يعني إيه أرينج؟ يعني آخد اللي هو اللي فيه الاي من تحت الاي واللي فيه البي تحت البي، يعني كل حاجه اندر اللايك بتاعها. فانا عندي نيجاتيف اي احطها هنا نيجاتيف اي وتحت الاي تمام. طيب 2 بي يبقى هنا 2 بي بالبوزيتيف عشان البي بالبوزيتيف. طيب ماينس 1 احط هنا ماينس 1، يبقى انا عملت لهم ايه؟ الرينج رتبتهم تحت بعض واعمل بقى بلس. اشتغل بس ازاي يعني؟ هعمل كده اللي تحتيهم تحت بعض كده دول مع بعض، هحلهم اكتبهم تحت خلاص، واللي بعدها نفس الكلام دولت مع بعض كده بلس هحلها تحت، دول بلس والسم هيكون اندر 8. فنيجي بقى انا عندي هنا 5 بلس نيجاتيف 1 ادينا 4، يبقى الاجابه هنا 4A. عندي نيجاتيف 7 بلس 2 ادينا نيجاتيف 5، يبقى نيجاتيف 5B. عندي بقى 3 بلس نيجاتيف 1 ادينا بوزيتيف 2، بوزيتيف 2. والاجابه ديت هي طلعت زي اللي فوق بالظبط. فانا عندي بقى الهوريزونتال واي، يعني هاخد كل اثنين مع بعض تمام، او عندي اللي فوق فوق. فاهمين؟ ايوه يا مستر. ناخد يلا كويستشن تاني.
جاهزين؟ جاهزين يا مستر. جاهزين يا مستر. مين يحب بقى الأول ياخد هو question الأول؟ نكتب مع بعض طيب، وبعد كده واحد يقول يا مستر احلها انا بدل ما انا اختار. انا ممكن يكون ثلاثة جنب بعض او ثلاثة تحت بعض، ماشي؟ فنكتبهم مثلا، ناخد 3 x power 3 minus 4 x power 2 plus 2 x minus 1. واحدة تاني اكسبريشن تاني 5 x power 2 minus 2 x power 3 plus 3 and يعني 3 بقى، يبقى 3 تحت بعض بقى او 3 جنب بعض، and 2 minus 3 x plus x power 2. في عندي الـ vertical way وفي عندي الـ horizontal way، لا اما بقى اكتبهم كلهم جنب بعض واخد بقى اللي هم اللايكس بس مع بعض زي ما عملنا كنا من شويه، او نكتبهم تحت بعض خلاص. بس لو اكتبهم تحت بعض لازم اعمل الرينج، يعني اللي فيها x بار 3 يبقى تحتها x بار 3 تحتها x بار 3. مين بقى يتبرع بقى ويحل لنا بقى دي ويختار بقى هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ هوريزونتال احسن اعتقد، اسهل بالنسبه لي. ناخد 3x باور 3 نعملهم مع 2x نيجاتيف 2x باور 3. ايوه برافو عليك، تعمل كده ده مع ده. طب الثالثه فيها x باور 3 ما فيهاش، خلاص يبقى عادي يعني اثنين بس كفايه. يبقى الانسر هيكون 3x بار 3 معاها نيجاتيف 2x بار 3. طيب في حاجه نعمل ال اثنين تانيين، نعمل النيجاتيف 4، نعمل نيجاتيف 4x بار 2 مع ال 5 بار 2 مع ال 5x بار 2 مع ال x بار 2 نحطهم مع بعض، فنكتب كده بلس واكتب كده نيجاتيف 4x باور 2 بوزيتيف 5 يعني بلس 5x باور 2 وعندي بلس x باور 2. تمام، فاضل عندك مين بقى؟ فاضل عندك الـ x. مين الـ x؟ في عندنا 2x والـ نعمل الأخيرة فيها x نيجاتيف 3x. فأنا عندي بقى 2 minus 3x في x هنا. اخر حاجه بقى اللي قاعدين بقى اللي مع بعض اللي هو نيجاتيف 1 و 2 يعني بوزيتيف 2. نرجع بقى نحلها، احنا كده خدناها هوريزونتال جنب بعض، نرجع نحل بقى كل واحده لوحدها. يعني هعمل 3 minus 2 او 3 plus negative 2 على الكالكليتر او بالمنتال كيس 3 plus negative 2، يعني اخد 3 ونيجاتيف 2 مع بعض. مش طلع لنا مين x بار 3؟ ادينا كام بقى؟ 3 بلس نيجاتيف 2 ادينا كام؟ 1 يبقى هي x بار 3 بس وخلاص. اللي بعدها بقى x بار 2 كلهم x بار 2 فالاجابه تطلع x بار 2. بس هنعمل نيجاتيف 4 بلس 5 بلس 1 equal to 2x power 2. يبقى بوزيتيف 2x power 2. يلا بقى الاكس، عندي 2x وعندي نيجاتيف 3x، يعني تبقى 2 minus 3 او 2 plus negative 3 equal negative 1. ركز 2 minus 3 now 1 ركز now 1 x x x 2 minus 3 اكتب على كده 2 minus 3
يبقى نيجاتيف 1 او نيجاتيف اكس خلاص يبقى نيجاتيف اكس. اخر حاجه بقى نيجاتيف 1 بلس 2 ايكوال 1 يطلع 1. 1 هنا 1 مفيش اي حاجه معايا لازم اكتبها بقى 1. يا محمد عطو بتال فهمت الطريقه دي؟ يا مستر انا فهمت. طيب تعال نحل بالطريقه الفيرتيكال، ممكن تعجبكم، ممكن حد تعجبه الطريقه الفيرتيكال اللي هي تحت بعضها. انا عندي 3x power 3 minus 4x power 2 plus 2x minus 1. الثانية بقى فيها 5x power 2 فاكتبها هنا positive 5x power 2. بعد كده negative 2x power negative 2x power 3 هنا عشان تبقى تحت اللايك بتاعها او البروسس بتاعتها. تمام، في عندي positive 3 اكتبها هنا positive 3. طب هنا في ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة تحت ديت، خلاص هتبقى فاضيه بقى. اللي تحتها بقى بوزيتيف 2 فاكتب هنا بوزيتيف 2. نيجاتيف 3x فين x بقى؟ تيجي تحت ديت بقى نيجاتيف 3x. طيب x بار 2 هتيجي هنا بقى x بار 2 في البوزيتيف. تمام، ونعمل بقى بلس تعمل دول بلس مع بعض تحت بعض كده يطلعوا لي اكس كيوب. هاخد بقى نيجاتيف 4 بلس 5 بلس 1 تمام، هيطلعوا لي ايه بقى؟ بوزيتيف 2 اكس سكوير. كل اللي بعديهم دول هيطلعوا نيجاتيف اكس، والاخير خالص هيطلعوا 1. تصدقوا نسينا حاجه؟ احنا خدنا نيجاتيف 1 اهي، خدنا 3 ما خدناهاش اصلا، يعني المفروض هنا تبقى بلس 3، فكده تبقى 5 ماينس 1 تبقى 4، فدي تبقى 4، فدي تبقى 4، دي كنا ناسيين حاجه. اوكي، فده الفيرتيكال وده الهوريزونتال. اللي يعجبه يحل بالفيرتيكال ماشي، اللي يحل بالهوريزونتال ماشي. خلاص تمام، بس طيب لو انا عندي بقى حاجه وعكسها، يعني ايه حاجه وعكسها؟ يعني عندي مثلا نيجاتيف 3x باور 2y بلس 3x باور 2y، لو جينا جمعناهم على بعض يطلعوا كام؟ مين شاطر بقى يقول لي يطلعوا كام؟ ايكوال زيرو، ايكوال زيرو اكس باور 2 واي، ولا ايكوال زيرو بس وخلاص؟ زيرو اكس باور 2. طيب اي حاجه تايم زيرو تدينا ايه؟ اي حاجه ايه؟ ملتبلاي زيرو يدينا نفس الرقم. لا يدينا زيرو، ما تغيرش. يعني دي لو حليناها كده زيرو اكس باور 2 واي، يعني الحل يطلع زيرو. يبقى لما تشوف اي حاجه والانفرس بتاعها في الاكزامينشن تعمل عليهم سكراتش بالبنسل كده، يعني ده وده كده يطلعوا زيرو. خلاص، يبقى اي حاجه والانفرس بتاعتها يدينا ايه؟ زيرو. طيب نيجي بقى ناخد تراي، كل واحد هيحلها لوحده تمام، وفي الاخر هنعمل تشيك مع بعض. خلاص، او هي الحصه فاضل لها 5 مينيت او 4 مينيت تمام، ف ناخدها هوم وورك. اوكي يا مستر.
يلا نحل فيها دلوقتي لغايه ما الحصه تخلص بقى. اد يعني نعمل بلس 3 اكس بار 2 اكتبوا معايا يلا بسرعه ماينس 5 بلس 2 اكس كوما هنا واحده ثانيه اكس بلس 5 اكس سكوير بلس 7 and negative 4 x bar 2 minus 3. في حاجة بقى جديدة هناخدها مع بعض بقى. find the value if x equal to. يلا بقى نعمل بلس دول يلا. كل واحد بقى كده try in your note. يلا كل واحد يشتغل في النوت بتاعته كده ويقول لي بقى الريزلت كام. اللي يخلص بقى يقول لي بقى الصم بتاعهم طلع ايه. اوكي يلا finish. I'm done. I'm finished. Okay. في x power 2 نعمله minus 5x power 2 يا جماعه مين خلص غير محمد زلول انا كمان يا مستر خلصت الاجابه طلعت ايه بقى يلا كده قول الاجابه يا محمد نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 اكس equal to 4x bar 2 مش negative 4x bar 2 طيب والx يا محمد زغلول نطلع لي negative 6 x bar 2 plus negative 1 plus 3